أطيب التحايا المسائية، نحييكم مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة الإمام الحسين الفضائية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله، ونحن نلتقي وإياكم على الحب وعلى الود في حلقة جديدة ومحطة جديدة وبرنامج زاوية أخرى. في حلقة هذا اليوم سنأخذ موضوع من المواضيع المهمة جدا، موضوع حقيقة جدا شائك، جدا حساس، علينا أنه نقابله بشجاعة ونتحمل مسؤوليته، لانه اذا تنصل اي يعني اي احد من الذين سنشخص او سن يعني نقول او نقوم بوضع الكره في ملعبهم ونقول ان هذا الجانب هو من يتحمل المسؤوليه ويتنصل عن المسؤوليه، فاعتقد ان الاجيال ستذهب الى مفترقات طرق لا يعلم بها الا الله جل وعلا. موضوعنا اليوم مثل ما قلنا موضوع شائك جدا، موضوع حساس، موضوع إلى علاقة ببناء مجتمعاتنا، إلى علاقة ببناء مستقبلنا، إلى علاقة أيضا بمستقبل الأجيال وما يقع وما يترتب على الأجيال. تسرب الطلبة من مقاعد الدراسة، من المسؤول؟ تسرب الطلبة هو قتل ممنهج للأجيال، نحن نقوم بقتل الأجيال دون أن نشعر أو دون أن نعي، لأن هذه الظاهرة وهذه المسألة من المسائل الخطرة قد يتجه بها الإنسان اتجاهات عدة. قبل أن أدخل بتفاصيل الحلقة، قبل أن نشخص على من يقع اللوم أو على من يقع العاتق، عندنا تقرير أعده أن الزملاء اللي معانا في كادر البرنامج راح نتابع هذا التقرير، وأتمنى من كل المشاهدين الكرام ينتبهون للنسب اللي راح تنطرح والأرقام اللي راح ستظهر أيضا في هذا التقرير، وبعد ذلك إن شاء الله نرجع نكمل معاكم حلقة هذا اليوم. إذن المحطة الأولى والفقرة الأولى هي تقرير البرنامج، خلي نتابع. لم تهدد الحروب والصراعات أمن البلدان واستقرارها الاقتصادي فحسب، بل راحت تهدد العلم والتعلم وتوحش مؤسساته التعليمية في البلدان العربية عامة والعراق خاصة. فهذا تقرير منظمة اليونسكو العالمية يكشف نسبة كبيرة في تسرب الطلبة من المدارس ولجوئهم إلى المقاهي وصالات الألعاب والعمل في تقاطعات الشوارع لكسب لقمة العيش. العراق وفي سابقة خطيرة يكشفها التقرير يتصدر 5 دول عربية في نسبة تسرب الطلبة من المدارس، حيث جاء فيه أن إقليم كردستان العراق بلغ 12% في نسبة التسرب الطلابي من المدارس، أما باقي المحافظات العراقية فقد بلغت 41%. وفي تقرير آخر نشره موقع البي بي سي في 15 من شهر أبريل لعام 2015، والذي أعدته منظمة اليونيسف ومعهد الإحصاء التابع لمنظمة الأمم المتحدة، يكشف أن 12 مليون طفل في الشرق الأوسط خارج المدرسة. ويشير التقرير إلى النسبة الأسوأ في تسرب الطلبة من المدارس الابتدائية في جمهورية اليمن، حيث بلغ عدد الذين يلتحقون بالمدارس الابتدائية من الأطفال 6% فقط. أما أسوأ نسب أعداد الطلاب في التعليم في المرحلة الثانوية فتوجد في جيبوتي والسودان، تليهما إيران والمغرب. كما أشار التقرير إلى عدد الطلاب الذين أجبروا على ترك مقاعدهم الدراسية في العراق وسوريا بسبب الحروب والنزاعات بإحصائية وصلت إلى 3 ملايين طالب. ولعل أبرز ما يعزوه المختصون من أسباب تسرب الطلبة من مدارسهم إلى الفقر وتردي الحالة الاقتصادية لدى كثير من العوائل البسيطة، قبالة النفقات والرسوم الكبيرة التي تفرضها الحكومات في بلدان الشرق الأوسط. أضف إلى ذلك القتل والتهجير وسوء إدارة المؤسسات التعليمية وإلباسها الحزبية الضيقة في سياستها لاختيار المدرسين غير الأكفاء، ناهيك عن رداءة المباني الدراسية وسوء الخدمات المقدمة للطلبة. أسباب دفعت العراق أن يكون خارج مؤشر جودة التعليم الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي الذي اختار 140 دولة، منها 7 دول عربية لم يرقى تصنيفها للمستوى المؤمل في جودة التعليم وتقدمه، حيث يشير التقرير إلى حصول مملكة البحرين على المركز 33 والأردن في المركز 45،
أما تونس فجاءت في المركز الرابع والثمانين عالميا، فيما احتلت المغرب المركز 101، تتبعها الجزائر في المركز 119، وموريتانيا في المركز 29، بينما جاءت مصر في المركز قبل الأخير على مستوى 140 دولة شملها التقرير. ويبقى الحديث ذو شجون في ظل غياب الاهتمام الحقيقي من قبل الحكومات بالجانب التعليمي والتصدي لظاهرة تسرب الطلبة من المدارس والمؤسسات التعليمية. ولعلنا أدركنا إرهابا شرسا من نوع آخر، لم يأتي هذه المرة بأسلحته وجيوشه التكفيرية، بل قدم بفكره الأسود محرضا على ترك المقاعد الدراسية، مستهدفا في ذلك القضاء على الحركة المعرفية والعلمية لدى الشعوب، مرتكزا على مبدئه الظلامي القائل: تسرب الطلبة من المدارس وتركهم التعليم أفضل قتل ممنهج للأجيال. إذن مشاهدين الكرام، تابعنا هذا التقرير. طبعا شكرا لكل الزملاء اللي معانا في كادر برنامج زاوية أخرى، شكرا للزميل إبراهيم السالم، شكرا أيضا للزميل حيدر عبد الرزاق على هذا التقرير المهم جدا. وأنا من خلال هذا المنبر أدعو كل العوائل، كل الأخوة، كل الأخوات، كل الكوادر التدريسية، كل المسؤولين بالدولة، كل رجال الدين، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذه المسؤولية وهذه المشكلة تقع على عاتق الجميع، علينا أنه نتابع ونكافح مشكلة تسرب الطلبة من المقاعد الدراسية، لأنها مثل ما قلنا هي قتل ممنهج للأجيال. بالتالي كلنا مدعو للمساهمة والمشاركة في هذه الحلقة وفي إيجاد حلول. هسه مو بالضرورة أن تكون معنا اتصالات، مو بالضرورة أن تكون معنا تعليقات، لكن بالضرورة أنه ننتبه لهذه المشكلة ونجد العلاج الشافي لهذه الأزمة وهذه الكارثة. 12 مليون طفل بالشرق الأوسط خارج البنايات التدريسية، سواء كانت في المدارس الابتدائية أو بالمدارس الثانوية أو المتوسطة أو الإعداديات أو المراحل المتقدمة. 12 مليون طفل بالشرق الأوسط، يا دول الشرق الأوسط، يعني ليش وقت إحنا راح نبقى مهمشين، راح نبقى مركونين على الرفوف، راح نبقى غير معترف بينا وغير معترف بعلميتنا، وحتى يمكن حتى الشهائد اللي نحصل عليها هي لما تذهب إلى الدول، يعني الدول خارج المجتمع الأوروبي ما يعترف بهذه الشهادات. ما معقول أن يكون 12 مليون طفل عندنا مشرد. هذا بالمناسبة هذا 12 مليون مو متسرب، هذا ما داخل اصلا بالمدارس، فما بالك بالاحصائيات اللي هي بالاساس هم متسربين من المقاعد الدراسيه. احنا دائما نضرب الامثله بالعراق. العراق ما شاء الله يتصدر المركز الاول، متصدر دائما يعني نسبه 12% في اقليم كردستان، 21% العفو، و 41% باقي المحافظات. هذا طبعا حسب تقرير اليونسكو، منظمة دولية مهمة معتبرة ومعترف بها دوليا، وتعرف كيف تقوم بجس النبض وكيف تتحرك وتقوم بحساب هذه الخطوات. احنا المتصدر ولله الحمد بمن بتسرب الطلبة من المقاعد الدراسية. نروح ايضا للبلدان الباقية، يعني عندنا مثلا جمهورية اليمن، 6% من الأطفال يدرسون من مجموع السكان، 6%، وهذا طبعا تقرير آخر للبي بي سي، 6% فقط من الأطفال يدرسون بمقاعد الدراسة. أما بالنسبة لأسوأ نسب تعليم فنلقيها بجيبوتي، نلقيها بالسودان، ونلقيها بإيران، ونلقيها بالمغرب، دول عربية من ضمنها يعني دولة أخرى غير عربية، لكن كلهم يشتركون في نقطة مهمة هي أنهم من الدول الإسلامية. يعني هنا الدول الإسلامية عندنا أيضا تتصدر سوء التعليم وتتصدر النسب المهمة. أما بالنسبة لمراكز التصنيف حسب جودة التعليم للمنتدى الاقتصادي العالمي، من مجموع هذه الدول ومن مجموع هذه الإحصائية اللي ركز عليه هذا التقرير، تقرير التصنيف الجودة العالمية للتدريس، طلع العراق خارج ومعه 7 دول ودول أخرى صنفها لكن في ذيل القائمة.
يعني مثلا البحرين 33 بالمركز 33 كلش ممتاز، الأردن 45 يعني نسبة زينة، تونس 84، المغرب 101، جزائر 119، موريتانيا 129، وجمهورية مصر العربية في ذيل القائمة بالمركز 139. هذا طبعا هذه 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 أرقام وإحصائيات خطرة مهمة جدا، يعني لما تسمع أنه إحنا هذا هو مستوى التعليم اللي عندنا وهذه النسب إحنا نأخذ عليها عالميا، فأعتقد أننا نصاب بخيبة أمل كبيرة جدا. وعلينا إحنا بالحلقة السابقة تحدثنا عن المناهج الدراسية وشرحنا كيفية المناهج الدراسية والأخطاء اللي لازلنا لحد هذه اللحظة نعاني منها بسبب عدم وجود مستوى تعليمي أو عدم وجود مناهج دراسية حقيقية تعطينا مراكز متقدمة في مقارعة الدول الباقية المتقدمة علميا. وضربنا أمثلة كثيرة وتحدثنا كثير بهذا الموضوع، وكان معنا اتصالات حول هذا الموضوع وناقشنا، وعلى الأقل التقادير طلعنا بحصيلة، وحتى إن كان هنالك لم تكن هنالك أذن صاغية، فإحنا من باب يعني من باب محاسبين أمام الله جل وعلا، بالتالي أرضينا ضميرنا واللي علينا قلناه، وحملنا المسؤولية للمسؤولين، حملنا المسؤولية للآباء والأمهات. اليوم مشكلتنا أيضا مع الآباء والأمهات ومع الجانب التربوي. من الأخطار اللي تلعب دور مباشر ورئيسي في تسرب الطلبة هي حالة من الحالات اللي موجودة عندنا في مجتمعاتنا، واللي مع شديد الأسف انفتحت تحت عنوان الحرية والديمقراطية وعدم كبح جماح الطلبة أو فتح المجال للشباب حتى يمارسون حياتهم الطبيعية بما يشتهون. مقطع من المقاطع المهمة جدا تناولته أغلب مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا في الفيسبوك. قائد شرطة الكوت دخل إلى كوفي شوب من هذه الكوفي شوبات اللي يعني هو عبارة عن صالة لألعاب البليارد، ولقى 60 طالب موجودين في هذه الصالة أثناء الدوام الرسمي، يعني الصبح طلاب ماخذين كتبهم ورايحين للمدرسة، لكن فوجئ المجتمع وفوجئ الناس بأن هؤلاء الطلبة خارج المقاعد الدراسة. وين موجودين؟ موجودين بالكوفي شوب يلعبون بليارد. راح نتابع معاكم هذا المقطع المهم جدا، واللي نتمنى أنه يسوي ضجة ثانية عندنا بالعراق، ويسوي ضجة أخرى أيضا ببلداننا العربية وبلداننا الإسلامية، لأنه إحنا ما شاء الله نفس القماش ونفس المشكلة، يعني مثل ما يقول المثل الشعبي نفس الطاس ونفس الحمام، كل إحنا نشترك بقواسم مشتركة عندنا وروابط مشتركة وأيضا مشاكل مشتركة عندنا. خلينا نتابع هذا المشهد أو هذا يعني هذا المقطع اللي صوره قائد شرطة الكوت، ونرجع معاكم ونكمل الحلقة. خلينا نتابع. أنت شوف وين المدير القاعة؟ وين مدير القاعة؟ قالوا لي وين مدير القاعة؟ تعال أنت وين أنت من الكوت؟ زين أنت طبعا أنت تكيف إذا أجوك أنت، بس هذا عملك ما يرى، هذا حتى رزقك مو حلال. لأن من هو بالقاعة؟ ما يوفق لا أنت ولا بالقاعة. وعليه أي واحد قاعة مال بلياردي يفتح الصبح شيلوه حطوه بسجن. أي واحد في المحافظة عنده صالة مال بلياردي يستقبل الطلاب شيلوه حطوه بسجن. عرض أمرها على القاضي. بابا أنت جاي من حيث لا يشعرون، أنت جاي تدمرهم في سبيل تفتح، يعني ما يصير. الله لا يوفق لا أنت ولا أبو المحسن. اقسم بالله اني الشرطه ترى اليوم شرطه تربويه مو شرطه جنائيه، انا بربيكم اني ابوكم وتحملوني، بس اقسم بالله هذا الكلام الكم موجه، وراح نشرب الفيس حتى يتأدبون البقيه. اي طالب مدرسه اشوفه في المليار اوقفه شرطه. تروحون تدرسون، ساعدوا ابهاتكم وامهاتكم، والوقت صعب والبلد يعسر، محتاجكم البلد، البلد محتاجكم ودي. ولكم هذول الحج الشعب هذول الأطفال كلهم قد عمركم جاي يقاتلون ليل ونهار، شوف يستشهدون دفاعا عنك حتى انت يوفر لك الجو حتى انت تدرس. ما قال لك اطلع الكتب هنا معلقها بحزامك وجدارتك هاي راح تحرق اصابعك. ما يجوز غلط. يا خصامك كبرى مو واحد واثنين، بكم حوالي هسه اكثر من 60 واحد.
غلط. توجيه الى كل مدراء الاقسام، اي صالة بليار في المحافظة تفتح تستقبلها طالب، شيلوا ابو الصالح حطوا بالسجن، عرضوا امر على السرقة، وكلكم تحون لهلكم، وعيب ما تليق بكم، وانتم ناس اشراف ولد حمائل، ابهاتكم ما يدرون بكم تلعبون بليار. ثالث المدارس تعطيني مدارس ما راح اتخذ اجراء، اللهم ما يشهد اني بلغت، وما ارتكبنا تعرفون شو اسوي، والله تعيق. يلا الكل على يلا يلا والله ما يستاهل ابو القاعد، اطلع يلا يلا طلعوا. هذا المشهد المأساوي، طبعا تحية حب وتحية تقدير إلى قائد شرطة الكوت على هذا الإجراء الشجاع، هذا الإجراء الرجولي، هذا الإجراء الوطني اللي وشفنا كلامه وسمعنا كلامه، أنه الشرطة اليوم هي شرطة تربوية، الغرض منها مو تخويف الناس، الغرض منها الحفاظ على الناس، الحفاظ على ممتلكات الناس، والحفاظ أيضا على مستقبل الأجيال. يمكن يعني إجراء فريد من نوعه، أنه يصدر أمر ويعرض ويطالب كل يعني كل من يجدونه يقوم بفتح هذه المراكز أو هذه الكوفشوبات وصالات البليارد اللي تؤوي الطلبة يسجن لمدة شهر وتعرض أوراقه على السيد القاضي. نتمنى أنه يتعمم هذا، ونتمنى أيضا أنه الناس تنتبه لهذه المشكلة وهذه المهزلة الكبيرة، أكثر من 60 طالب في صالات البليارد يشربون سجاير، معلقين كتبهم معلق كتبه بحزامه، وكأن شيئا ما يعني، يعني ما كأن ولا كأنما هو طالب رايح للدراسة. هذه 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 ظاهرة خطرة جدا. فلذلك احنا من خلال هذا المنبر نوجه تحيتنا الى قائد شرطة الكوت، ونتمنى انه يعمم هذا في اغلب المحافظات العراقية، ونتمنى ايضا اذا كان دولنا العربية ودولنا الإسلامية أن تنتبه، ويا ريت تتخذ نفس هذا الإجراء. رجاء اتركونا من مسألة الحرية والديمقراطية، وها خاف ذولا يعني هذا يصادر حريتهم، ذولا هذا الرجل ينقذ مستقبلهم مو يصادر حريتهم، خاف أكو من يتوقع أو يصدق بهذه الشعارات الكاذبة أنه هذا كبح جماح للحريات أو قتل لنفسية الشباب. لا، هذا رجل تربوي يقول لهم أنا أبوكم، أنا أجيت أنصحكم. عموما فلذلك هذا المقطع نتمنى أن يتابع من كل قادة الشرطة، من السادة القضاة أيضا، ومن الحكومة، ويكون تكون الإجراءات رسمية حتى نكون إحنا كمجتمع حماية لهكذا أبطال عندنا بشرطتنا الداخلية. أرجع إلى الموضوع، موضوع تسرب الطلبة، واللي قلنا هاي صالات البليارد والكوفيشوبات، الكوفيشوبات اللي يروح لها الطلبة هي تعتبر يمكن مادة أساسية لقتل المستقبل، قتل مستقبل أبنائنا، قتل مستقبل طلبتنا. سبب من أسباب التسرب هي هذه المكانات اللي يروح لها الطلبة. احنا مو ضدها، مو ضد أن تكون هنالك حريات مقننة، لكن مع الإجراء الصحيح ومع حفظ سلامة الطلبة، حفظ مستقبلهم، وحفظ أيضا حفظ عوائلهم أيضا. أرجع إلى الموضوع، عندنا لقاء آخر أيضا بخصوص هذا هذه المادة، وبخصوص قضية تسرب الطلبة مع الأستاذ حسين الطويل، رجل تربوي ومدير لمدرسة، راح نتابع أيضا معاكم ونستمع كيف شخص هذا الرجل التربوي بعض المشاكل اللي تكون هي لاعب أساسي وجزء أساسي من مشكلة تسرب الطلبة من المقاعد الدراسية. إذن راح نتابع هذا اللقاء مع الأستاذ حسين الطويل. أساليبنا المبعوثة هي الأساليب التسلطية القائمة على الأمر وعلى النهر. التلميذ دائما ينهر، يؤمر، يهان، يضرب، يتم تصغير لشخصيته وتحقير لشخصيته، كرامته تجرح بأساليب مختلفة. ومعلمينا عندما يأتون إلى المدارس يجدون أنفسهم جزء لا يتجزأ من هذا الأسلوب أو من هذه الأساليب الموروثة للتعامل مع التلاميذ.
المسألة الأخرى ما تعرض له المعلم مع الأسف الشديد من مهانة وعدم احترام في مراحل سابقة، في سنين سابقة ومراحل سابقة، نحن أكثر نعلم ما تعرض له المعلم في التسعينيات من القرن الماضي وكيف أن كرامته مست ومكانته وقيمته جرحت. تعرض المعلم إلى الكثير من أساليب المهانة في المراحل السابقة، مما جعله يفقد الإحساس بقيمة العمل النبيل والراقي الذي يقوم به. حماسه، فقد حماسه، فقد احترامه لهذا العمل لأنه هو تعرض للمهانة. كل ذلك أفقد المعلم دوره التربوي والتعليمي أحيانا. نأتي إلى الطرف الثالث وهو البيئة البيتية، بيئة التلميذ. الحقيقة أغلب الأسر وأولياء أمور التلاميذ عندنا يفتقرون إلى المعلومات وإلى المعارف المتعلقة بتربية أبنائهم. يعني هم لا يعرفون مراحل نمو الطفل. ماذا نحتاج نحن؟ نحن نحتاج إلى ثورة في الجانب التعليمي، وهذه الثورة تشمل المناهج، تشمل المعلم وإعداده وتأهيله، وتشمل أيضا المجتمع بصورة عامة. نحن نحتاج إلى أن نزود ونسلح الآباء، الأمهات، أولياء الأمور، وكل من يقوم بعمل ودور تربوي تعليمي لا بد أن نسلحهم بالمعرفة المناسبة. وهذا في الحقيقة مشروع وطني واسع وكبير تشترك فيه الدولة ومؤسساتها. إذن مشاهدين الكرام، تابعنا الأستاذ حسين الطويل، شكرا جزيلا له، وشكرا لكل كوادرنا التدريسية العاملة. اختصرنا الموضوع، نحتاج إلى ثورة في التعليم، ثورة، وطبعا الثورة يجب أن تقاد أولا من قبل أصحاب الاختصاص، الأساتذة والتعليميين والتربويين والتدريسين، وأيضا من أرباب العوائل أولياء الأمور. أدعو كل الأخوة والأخوات للمساهمة والمشاركة معنا عن طريق جسور المحبة، جسور التواصل، جسور المستقبل، جسور الثورة لإفشال هذه المخططات اللي تحاول قتل المستقبل والتسرب التسرب الطلبة الممنهج الذي هو قتل للمستقبل والأجيال. ومثل ما قلنا، من هو المسؤول؟ أرقام البرنامج ظاهرة في أسفل الشاشة. أيضا بالإمكان المساهمة والمشاركة معنا عن طريق صفحة الصفحة الرئيسية والرسمية بالفيسبوك للقناة، وأخذ أول اتصال معي الأستاذ أبو ولاء السلطاني. أستاذ أبو ولاء، أهلا وسهلا ومرحبا، حياك الله. شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بل الشكر والتقدير والثناء لقناتكم الموقرة، قناة الإمام الحسين، ولبرنامجكم المميز لاهتمامي بما يعانيه التعليم من مشاكل ومعوقات وتسليط الضوء عليها. شكرا جزيلا لك أستاذ، شكرا أيضا لتواصلكم. بل أستاذ أبو ولا، اليوم مشكلتنا تسرب الطلبة. نعم فيما يخص التسرب، هذا الموضوع المهم. أولا لنعرف، صوت ما عندي الزملاء بالكنترول، صوت أستاذ أبو ولاء ما عندي، يا ريت تعالجوا لي هذه المشكلة. انقطع الاتصال، أتمنى من الأستاذ أبو ولاء أنه نعاود الاتصال وحتى نأخذ رأيه، وأيضا مرة ثانية أكرر وأدعو كل الأخوة والأخوات للمساهمة والمشاركة في حلقة هذا اليوم واللي موضوعها هو تسرب الطلبة. تسرب الطلبة، قتل ممنهج للأجيال أو للمستقبل، من هو المسؤول؟ ونريد مسؤولية حقيقية. نتمنى أنه تكون عندنا شجاعة أيضا أن نواجه بعضنا البعض ونقول يا جماعة الخير، ترى المشكلة عندنا مثلا
بفلان جانب، المشكلة مثلا بالوزارة، المشكلة مثلا بالحكومة، المشكلة لا مثلا بالمجتمع. طبعا كلكم راع مثل ما قلنا وكلكم مسؤولون عن رعيته، هي مجتمعة كل هذه التفاصيل تؤدي إلى إيجاد حلول حقيقية لمغادرة هذه المشكلة وهذه النقطة المأساوية جدا اللي مع شديد الأسف يصاب بها أبنائنا ويصاب بها طلابنا. فلذلك هواتف البرنامج ظاهرة في أسفل الشاشة مرة ثانية وثالثة ورابعة وللمليون، أدعو كل الأخوة والأخوات المساهمة معنا وإيجاد حلول حقيقية للخلاص من هذا المأزق والخلاص من هذه المشكلة اللي نعاني من عندها. طبعا المشكلة يعني جزء المشكلة تتعلق بجانبين، يعني الجانب الأول هو الجانب الأسري، جانب البيت اللي طبعا هو مسؤولية كاملة متكاملة عن هذا الجزء المهم، لأن النشأة الأولى والنشأة الحقيقية هي للطالب في بيته، يعني يكون متابعة من قبل الآباء ومن قبل الأمهات. إحنا اللي قاعد يصير عندنا بسبب العجز المادي، بسبب يعني ضعف يعني الحياة ومشاكل الحياة. عاود الأستاذ أبو ولا، حولوا الاتصال. أستاذ أبو ولا أسفين جدا، تفضل. ألو. نعم، قلنا فيما يخص التسرب، أولا لنعرف معنى التسرب ليطلع المشاهد الكريم على التسرب. بلي. التسرب هو انقطاع الأطفال من عمر 6 سنوات ولعمر 15 عاما من الالتحاق بالمدارس الابتدائية. بلي. قبل التخرج من الصف السادس الابتدائي. نعم. للتسرب أسباب عديدة. بلي. أنا أهمها. حقيقة أوجزت بعض هذه الأسباب. يعود السبب الأول لعدم متابعة أولياء الأمور وعدم اهتمامهم نتيجة قلة الوعي وقلة الثقافة في بعض الأحيان، عدم متابعتهم لأبنائهم الالتحاق بالمدرسة أولياء الأمور. نعم نعم. الشيء الثاني هو ضعف الإجراءات المتخذة من الدولة في محاربة ظاهرة التسرب. نعم. ثالثا ازدياد أعداد التلاميذ وعدم وجود الأبنية المدرسية الكافية لتستوعب هذه الأعداد. نعم. رابعا عدم وجود الحافز للتعلم. بلي. نعم، هذه هي الأسباب. والحقيقة في السابق كنا كان هنالك قانون. نعم. يسمى بقانون التعليم الإلزامي، يكون رئيس الوحدة الإدارية يعني مدير الناحية في النواحي والقائم مقام في القضاء والمحافظ في المحافظة. بلي. هم المسؤول الأول المباشر عن التعليم الإلزامي، يسمى رئيس لجنة التعليم الإلزامي. جميل. هذا القانون الحقيقة هو لا زال سائل المفعول، لكنه الجهات الرسمية وشبه الرسمية توقفت عن اتخاذ أي إجراءات لمحاربة التسرب. شنو السبب أستاذ؟ شنو السبب أستاذنا العزيز؟ فيما يخص المتسرب في السابق كان مدير المدرسة يكتب إلى الناحية أو إلى القضاء. بلي. يكتب بأسماء المتسربين، مدراء النواحي أو القائم مقامين أو المحافظين يصدرون أوامر للشرطة بملاحقة أولياء الأمور وجلبهم إلى السجن حقيقة أو إلى مركز الشرطة للتحقيق معهم، وبالتالي إلزامهم بإرسال أبنائهم إلى المدارس. الآن جميل. توقف هذا الشيء، ما موجود. شنو السبب يعني؟ خوف من يعني الدولة مثلا؟ ضعف من الدولة؟ يعني الوضع الأمني وأمور أخرى، يعني ما أعرف يعني بعد. هو يم القائمين على هذا الموضوع. نعم. بلي. أستاذ أبو ولاء. أستاذ أبو ولاء تسمعني؟ ألو؟ أستاذ أبو ولاء إذا تسمعني؟ إذا صوتي يوصل لك؟ أستاذ أحمد قطع. ألو. ها وياي أستاذ أبو ولاء. نعم تفضل. نعم نعم. الشيء الآخر هو مراقبة المرافق الترفيهية من قبل الأجهزة المختصة لمحاربة هذه الظاهرة. هذا الشيء ما موجود أو قليل أو نادر الحدوث يعني. بلي. شفت المقطع اللي عرضناه قبل. نعم، قبل نعم. شوية والله رأيك؟ يعني أشد على إيده هذا الرجل، رجل الشرطة، أشد على إيده، ويعني يجب على الجميع أن يحذو حذوة يعني صراحة. جميل. يعني تتأيد أيضا هذه الـ نعم نعم. هذا البطل أيضاً. بلي. ألو. بلي بلي أستاذ أسمعك. قيام إدارات المدارس أيضا، أنا أدعي أن تقوم إدارات المدارس بحملات توعية وإرشاد وتثقيف لأولياء.
بل انقطع الاتصال مرة ثانية. شكرا شكرا جزيلا لك أستاذ أبو ولاء لما تفضلت به. طبعا احنا نحيي كل كوادرنا التدريسية اللي يهتمون بمتابعتنا أولا وبمتابعة المشاكل التدريسية اللي احنا في صدد طرحها وفي صدد نقاشها مع كل المختصين. واحنا دائما نركز على قضية مهمة جدا لما نطرح اي موضوع. احنا الغرض من طرح هذا الموضوع يعني بفريق اعداد بعمل تقرير ذهاب لبعض الاماكن لتصويرها، الغرض انه نقول يا ناس يا عالم ترى عندنا مشكلة بمجتمعاتنا العربية بمجتمعاتنا الاسلامية. هي تتلخص المشكلة بواحد اثنين ثلاثة، وهاكم هذه المادة اللي موجودة عندنا مصورة وموثقة، اخذوها ودرسوها حتى تلقونا حل. يعني احنا ما يصير نبقى مهمشين، نبقى مغيبين عن العالم، نبقى ضايعين. اليوم احنا نحتاج في مجتمعاتنا، نحتاج كثير من التفاصيل، نحتاج ان طبيب يعالجنا افضل من ما نبقى اي واحد من عندنا يمكن يصير عنده ابسط عملية جراحية تشوفه راح الى الدولة الفلانية او الدولة الفلانية لغرض اجراء هذه العملية. ليش؟ لانه عدم الثقة بكفاءاتنا العلمية اللي موجودة، او جزء كبير من عندها عدم القناعة بالمؤسسة التربوية او المؤسسة التعليمية اللي موجودة عندنا. ايضا نحتاج لنا مهندس، نحتاج لنا يعني كثير من اصحاب الاختصاص العلميين، اصحاب الشهادات واصحاب الكفاءات العلميه اللي توقف البلد على حيله. يعني ما معقول احنا نبقى كل ما نريد لنا قضيه ونريد لنا شغله لو نروح للدوله الفلانيه او للدوله الفلانيه تعالوا جيبوا لنا خبراءكم، جيبوا لنا بالاشكال والالوان. حتى بالجانب الزراعي، مع العلم انه بلداننا العربيه وبلداننا الاسلاميه هي بلدان يعني نشأت كبلدان زراعية، اليوم حتى خبراء بهذا الجانب مع شديد الأسف قليلين، والقليل اللي عندنا اللي بقى بالبلد هم ترك البلد بسبب الأوضاع الأمنية. وتشوفنا اليوم يعني لما نشوف التقارير العالمية احنا لو خارج قوس، لو بعض الدول العربية في ذيل القائمة، وبعضها دول آسيوية أيضا تشترك معانا بهذه المشكلة وهذه الطامة الكبيرة اللي نعاني منها. فلذلك يعني مثل ما قلنا هي دعوة جادة لحلحلة هكذا أزمات وهكذا مشاكل. الجانب الأول هو الجانب التربوي، يعني المشكلة الأولى هي بالبيت. أما أن يكون الأب يطلع من الصبح ما يرجع غير نص الليل، لما تسأله يقول لك أنا حتى ألحق على يعني ألحق على معيشة أولادي، ألحق على هذا الوقت الصعب، ألحق. ممكن أنه يكون بالإيجار، ممكن أنه يكون عنده مريض، ممكن أنه يكون عنده حالة أخرى يصرف عليها بعض الأموال اللي تحتاج شدة حزام وتحتاج ركضة، فشوفه غير متفرغ. الأم نفس العملية ملتهية بالبيت، وخصوصا إذا عندها أطفال هواي. وإحنا ما شاء الله يعني بمجتمعاتنا، مجتمعاتنا الشرقية من النوع اللي نتسابق بالفلانة عندها خمسة، إحنا لازم فلان يصير عندها ستة. ما نحسب حساب أنه إحنا نحتاج إلى تربية، نحتاج إلى تعليم. كل هذه الجوانب عندنا هامشية ما نعترف بها. والمهم نكثر أعداد. نعم ما يخالف نكثر أعداد، لكن نريد جودة بهذه الأعداد. يعني ما نريد أعداد لا تقرأ ولا تكتب. يعني مثلا يصير عمره 18 سنة 19 سنة 20 سنة، وكثير مع شديد الأسف من 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 شبابنا العرب وشبابنا العراقيين اللي تلقيه هسه مشترك بالفيسبوك، لما يضيفك كينطيك طلب صداقة أو يضيفك إلى قائمة أصدقائه ما يعرف يكتب وياك، يقول لك كلمني بصمة، تقول له يا بليش، يقول لك مو أنا ما أعرف أقرأ وأكتب، وتلقي عمره 20 سنة و 18 سنة و 19 سنة. وهذه مشكلة أيضا سببها تسرب الطلب وسببها العائلة اللي ما تابعت. أخذ اتصال من مدينة الديوانية. ألو. نعم. ألو. نعم. ألو. ألو. شفنا هاي قبل شوية العرضة. بلي. من قناة الحسين عليه السلام. بلي نعم. فرحنا بهذا الشيء، احنا واحد يتابع اطفالنا واولادنا. ممتاز. نتشرف بهذا الشيء. بلي. عندك اولاد بالمدرسة اختي الكريمة؟ عندي اولاد الحمد لله. بلي. وين يداومون؟ يعني وين يعني مدارسهم؟ مثلا متوسطة، اعدادية، كلية؟ اعدادية ام احد ان شاء الله، الكلية خلصت. بلي ان شاء الله. وماكو فرصة عمل، ماكو تعيينات، نقول الحمد لله والشكر. بلي. الله يوفقهم ان شاء الله. الله يسلمك. نحب متابعة دائما، يعني مو بس من الشرطة هسه من تابعة والأولاد، هاي حلوة من عندهم. بلي. بس نريد دائما يكون الأساتذة يصادقون الأولاد.
يعني يشوفون شنو السبب يطلع من المدرسة، شنو القصور. هسه الأهل إحنا جايين نتابع ماكو قصور. زين. ما أعرف ليش هالأيام يعني المدرسة دائما ما يحبونها. أها. نقول ليش هذا الشيء؟ شو قبل يعني إحنا كان عوز والأولاد توصل أحسن. بلي. هسه كل شو مطريدهم هم لا دائما متجنبين للدراسة. أها. بلي. يعني يكرهون المدرسة قصدين. مو يكرهونها وإنما يعني شيء هيك شلون خايفين من الأم والأب يعني بس يكونوا يبدون يخلصونها هسه هالجيل الجديد. أها. ولا القبلة الحمد لله أحسن يعني أنا هسه عندي واحد إن شاء الله راح يخلص يتخرج الحمد لله والشكر. إن شاء الله ربي أفضل يرحمه. من اللي بالإعدادية هسه عندي بالإعدادية. بلي. يعني يا دوب يقرأ يا دوب يركز يعني دائما عالم من هاي المشاكل. بلي بلي بلي. حتى موبايل ما جاي نخلي يعني يقول ليش إحنا الدراسة أنتم ليش جاي تضعف شوي شوي. أه. السبب منين يعني ما نعرف. بلي. انترنت جاي نمنحهم ما نخلي بالبيت. الموبايل جاي بعده. بلي. ومرات نصادقهم ماما تريد هذا الشيء ننطي. حلو. بس احنا غير المدرس يصادق مو بس احنا. جميل لطيف. حتى هم نلاحظ هذا الشيء احنا مو بس اولادنا هواي ناس جاي تعاني. نروح المدرسة مرات اشوف ابني القى هواي نسوان جاي يعاني. بالبيت يقرا بالمدرسة مو زين. ليش ما نفتهم؟ شكرا. يعني نحاول من عندهم يعني يصادقون الطالب يلاحظون ليش يطلع ليش يجي مو بس يخوفون بس يكون يوصل الدرس وكافي. لا صح. والله نتمنى يصادقونهم. هسه عندنا الابتدائيه عند اولاد اخواني لحد الان ما جاي يستلمون كتب وهي راح تخلص السنه. ما مستلمين كتب يعني لحد الان؟ والله مبدلين عندك العلوم مال صف خامس ابتدائي لحد الان استلم والله استلموا بمحافظه بغداد. بلي. أنا بالديوانية دزيت لهم كتاب كتابين من أنا حصلهن أفضل يعني شوية أرخص. أها. يعني هاي فاتت الدروس جديد يعني جاي نعاني بهاي السوالف. بلي. بلي. اللي عندنا السنة الأدبي دائما كتب ما عندهم. بلي شكرا. يعني شيء عن شيء شوية جاي نلاحظ حتى الدراسات هم ترى منهم هم من تعبانين. بلي بلي بلي. يا ريت ملاحظة من عندهم مشكورين. بلي. برنامجكم الرائع إن شاء الله اللي يوفقكم. تسلمين تسلمين شكرا جزيلا للأخت الكريمة. شكرا جزيلا لأختنا بالديوانية وتحياتنا لكل أهلنا بالديوانية. إحنا قلنا الجانب التربوي أو الجانب البيت يعني. تبدأ المشكلة من البيت. البيت قلنا يعني أسباب هم كثيرة، انشغال الأب انشغال الأم، بعض المشاكل اللي بالعلاقات الزوجية أو مشاكل الانفصال اللي تحدث بين الزوجين أيضا تؤثر سلبا على المستقبل الأولاد. أما بالنسبة للجانب التربوي فهذه أعتقد الجزء الأكبر يقع على الجانب التربوي أو الجانب الحكومي، المؤسسة التربوية تتحمل الجزء الأكبر من هذه المشكلة. ليش؟ لعدة أسباب، أسباب كثيرة جدا. أولا عدم وجود خبرات مع احترامنا واعتزازنا بالمعلمين والتدريسيين الشباب، خبرات ضعيفة بسبب عدم أخذهم أو عدم تأهيلهم بدورات تأهلهم أنه يكونون هم ملتصقين بالطلبة أو تربطهم بعض الصداقات بالطلبة مثل ما قالت الأخت الكريمة. الأخ معتز من بغداد حولوا لاتصاله، أنا أضطر أقطع حديثي. ألو الأخ معتز حبيبي تفضل. ألو ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. شلون أستاذ أحمد؟ شلون الله يحفظك يا قلبي، ألف هلا تفضل. ويا على المباشر مو؟ بلي أستاذ معتز حبيبي تفضل أسمعك. الله يخليك. بالنسبة طبعا البرنامج أنا أشكرك عليه، البرنامج جيد ورائع جدا أنه تقدم فيه خدمة أبنائنا الطلبة. وأنا أشكرك يا حبيبي، شكرا لمتابعتك. الله يخليك. بس أنا عندي بعض الملاحظات إذا سمعت يعني إذا أمكن يعني. بلي ممكن. شوية. ممكن يا ريت. موضوع تسرب الطلبة. بلي. بالحقيقة ليس المسؤولية تقع على جهة معينة. زين. وإنما هي المسؤولية مشتركة. طيب. بين الوزارة، وزارة التربية والتعليم. والمجتمع. بلي. ولكن الثقل الأساسي هو عند وزارة التربية والتعليم. زين. شنو الثقل؟ العفو. هناك وزارة التربية والتعليم أكيد أكو هيئة تخطيط. بلي. وهذه الهيئة التخطيط هي مسؤولة عن وضع برامج تربوية هادفة من تربية وتعليم. ولماذا سميت وزارة التربية والتعليم؟ لأنه أكو هدف تربي وتعلم هو تربية الطلبة وتعليمه. صح.
هاي هي مسؤولة أن تضع برنامج للمشاكل اللي تحدث عند الطلبة وتقوم بدراستها وتضع الحلول المناسبة لحل هذه المشاكل. مثلا تسرب الطلبة، إذا هاي هي ملزمة أن تضع دراسة مستفيقة عن تسرب الطلبة والمشاكل السلبية والإيجابية لها. بلي. وهذا هو البرنامج من تضع هذه الهيئة. أيضا راح تقر الوزارة ويطبق على كافة المدارس في العراق كافة. بلي. أستاذ معتز، أستاذ معتز إذا تسمح لي، أنا اليوم قبل أن أدخل للبرنامج كان عندي استطلاع رأي مع مجموعة من طلبتنا، طلبة الجامعات والكليات، لقيت هذه المشكلة أيضا موجودة بالجامعات والكليات، وانطوني يعني كتبت تقريبا 8 نقاط أو 9 نقاط من أسباب تسرب هؤلاء الطلبة اللي يعتبرون بالمراحل المتقدمة، يعني طالب الكلية يختلف عن الطالب المتوسط أو الابتدائية أو الثانوية أو حتى الإعدادية باعتبار هي مراحل منتهية. يعني لقيت أيضا عندهم نسبة كبيرة من مشكلة التسرب، وأعزوه طبعا وثبتت هذه النقاط إذا صار عندي مجال أطرحها. فأعتقد أيضا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلينا نشملها أيضا بحديثنا باعتبار هي جزء من 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 التعليم أيضا. من التعليم، نعم التعليم. بلي. صحيح. بلي. العفو مثل ما تفضلت صحيح، هذا الموضوع طرحته صحيح. يعني عملية التسرب هي ليس على مستوى طلبة ابتدائية أو ثانوية أو حتى من كلية. بلي. هنا كل مرحلة لها مشاكلها. صح. يعني مرحلة الابتدائية لها مشاكلها، أما تكون مثلا صفوف مزدحمة أو سوء التدريس أو بلي. الحالة الاجتماعية والاقتصادية للأسرة تعبانة، يعني عدة مشاكل مرتبطة، يعني مثل السلسلة مرتبطة ببعضها البعض. أه. يعني فتحة مو بشكل سهل، يعني بلي. صعوبة تفتح هذه السلسلة اللي هي متشابكة من المجتمع إلى التدريس إلى الوزارة، يعني كثير مشاكل أخذ على بعض، بس إحنا نأخذ الحلول الوسط. بلي. الحلول الوسطية تكمن في وزارة التربية والتعليم. من أفضل قلت لك أنه هاي الهيئة تقوم بدراسة هاي الأمور وهي تضع حلول مستفيقة لها. شو المشكلة الطلبة مثلا صفوف مزدحمة، حاول انه تبني مدارس اخرى حتى الصفوف تصير كل طالب كل صف بيفد 20-25 طالب. صح. الطالب يصير صعب. الهيئه التدريسيه تكون هيئه تدريسيه هيئه كفؤه على مستوى المسؤوليه في تعليم الطلاب. الاسره تتحمل الجزء البسيط، انا ما اقول لك الاسره تتحمل الجزء الاساسي، لا الجزء الاساسي تحمله الوزاره. صح. اما الجزء البسيط تحمله الاسره. نعم. الاسره بشكل بسيط، يعني انا ما ممكن كمواطن بلي وعندي ابناء في المدرسه ممكن انه انا اجي اضع تخطيط بوزاره التربيه تعالي وزاره التربيه اعملي كذا، ما ممكن. صح، لازم اكو اساتذه مختصين. انا العفو لو اعمل دراسه بلي. وقدم هذه الدراسه الى في شكل رسمي الى وزاره التربيه والى وزاره التربيه بالتالي خذ الدراسه ما ممكن تسمعها. ما ممكن تسمعها عليه. اذا المفروض يعني وزاره التربيه تبني هذا الموضوع بشكل صحيح بلي. بشكل تحمل مسؤوليته. بلي. بلي بلي. شكرا استاذ معتز حبيبي. شكرا حبيبي. جزيلا شكرا لك ولمشاركتك، وسعيد جدا بمتابعتك. أيضا الجهة الحكومية تتحمل جزء كبير جدا من المشكلة. الوقت ما عندنا مجموعة لقاءات واستطلاع قام به الزميل محمد التقي، راح نتابع أيضا هذا الاستطلاع وهذه الآراء أيضا يعني جانب من المواطنين وآرائهم بهذه القضية وقضية تسرب الطلبة من المقاعد الدراسية، ومثل ما قلنا هي قتل ممنهج للأجيال. وخلينا نقطتين، من المسؤول وعلامات استفهام ربما لها بداية وليس لها نهاية. خلينا نتابع معاكم هذا التقرير. ظاهرة جديدة أخرى باتت تثير جدل الشارع العراقي، ألا وهي تسرب الطلبة من المدارس. أحبتي، عن هذه الظاهرة الخطرة أعددنا بعض اللقاءات، تعالوا معنا لنشاهد هذه الآراء ونعود مرة أخرى. والله صراحة ظاهرة جدا سلبية، هذه بسبب الظروف اللي جاي يعيش بها حاليا المجتمع، وهي ظروف تساعد منه الظروف المعيشية الصعبة، بالإضافة لحالة التيتم صارت عندنا حالة يعني من الصعوبة، الحقبة مالتنا حاليا تختلف عن ذيش الحقبة، بسبب أنه انفتاح صار عندنا بين انترنت بين ساتلايت بين موبايل، يعني نوعا ما نقدر نقول العفو طلعت عين
التلميذ والطالب مع الأسف. لا طبعا ظاهرة هاي سلبية، هي يعني بهاي الآونة الأخيرة صدق يعني كثرت وصارت بهواية أساسا. هي هذه صار هي هاي يصير يعني هم قصور يصير من ولي أمر ويصير من المدرسة متابعة لها، يعني من الناحية المادية أغلبية العالم أكثر الشيء هذا، بس يعني قلت لك يعني يصير القصور من الطرفين، بس الأكثر يعني اللي قاعد أشوفه بالنسبة للتدريس أنا سعدي جهال كلهم بالمدرسة الحمد لله والشكر، مختلف المراحل اللي بها، يعني عندي بالمتوسطة وعندي بالابتدائية أكثر شيء أتابعهم مو أتابعهم، بس يعني من أجي وأشوف للأساتذة ما أخلي يعني أقلك يعني قبل كانت جوزة ذات يعني عندهم تقصير مثلا فد 20% هسه لا والله نسبة أكثر، يعني أشوفهم أغلبية الأساتذة اللي أشوفهم هناك موجودين يعني لو مكنك 24 ساعة بموبايله لو ها يعني مو مثل ما تدريس، يعني حتى إذا مرحلة توصل يعني ألقى الأستاذ والطالب بصفحة واحدة بجروب واحد. هو طبعا هذا يجي هنا عندنا دور المدرسة ودور البيت بحد ذاته، وترجع الأساس هاي هو العائلة، لكل مجتمع أساسها هي العائلة طبعا، من تكون عائلة هو يكون هنا عندك جانب العائلة رب الأسرة والأم ماكو، ومتابعتهم للطالب أو للابن يوميا، من يجي الطالب من المدرسة وينسأل عن واجباته عن أموره ايش سوى بالمدرسة، هذا الحديث اللي هو ما يستغرق ربع ساعة أنت راح تكون صورة أنه ابنك دخل المدرسة أو طلع، يبين إذا أنه تلعثم أو كذب أو فشي. تبغى النقطة الثانية لازم أكو ربط بين المدرسة والعائلة، هذا الربط أنه أما بالشيء الطبيعي أنه عن طريق الدفاتر الملاحظات، وهسه المفروض عن طريق النت يكون الترابط، يعني اغلب هسه الناس عندها النت ماكو، اكو يكون رقم سري بحيث الطالب رب الاسرة يدخل على الرقم السري مات المدرسة، هذا نحكي هسه احنا صراحة مدرسة الوارث ابن مدرسة الوارث، اكو جانبين هسه هم بادين، جانب انه انترنت ممكن ندخل طونا الباسورد مالتهم، والجانب الثاني انه شو اسمه الدفتر الملاحظات الاستاذ هذا، اضافه انه الاب يكون متابع. هسه الان حاليا الاب او بسبب الجهد ماكو انه عمله شغله يركض على الرزق مالته فما يلحق يتابع اولاده زين، فهنا هي هاي المشكلة مالتنا زين، فيرجع اقول لك انه الاساس هاي العائلة هي التابع. هي كل ما ممكن تكون إيجابية أبدا ومطلقا. أنا أقدم لك نفسي، أنا مقدم بالشرطة نائب كربلاء، بالإضافة لهذا الشيء أنا مهندس اتصالات. الظاهرة تسرب الطلاب من مدارس يتحملوها الآباء بالدرجة الأولى والمعلم من درجة ثانية، عدم أخذ الآباء دورهم الحقيقي، المعلم بنفس الوقت ما أخذ دوره الحقيقي، يخلي الطالب أو التلميذ العفو يتهرب من المدرسة وما يصير له رغبة. لازم هو يعرف الأب شنو اللي يخلي ابنه يرغب بالمدرسة. المعلم لازم يخلي الطالب أو التلميذ يخليه شنو اللي يرغب، شنو اللي يرغب يبقى داخل المدرسة حتى يبقى داخل المدرسة. الآباء بصورة عامة لو ينظرون نظرة بعيدة لأبنائهم يتعب عليه اليوم أحسن ما يتعب عليه بعدين المستقبل. يعني احنا كربلاء رغم انه هي المحافظة الأكثر أماناً بالعراق، نشوف انه دائماً الآباء اللي ما يعتنون بأبنائهم من البداية يتعبوهم بالأخير، يتعبوهم ان يكبرون، يفترض بهم انه يتبهون انتباه ويفكرون دائما بأبنائهم، يفكرون دائما شنو اللي بمصلحة آباء أبنائهم، شنو يخليه يرغب بالمدرسة، شنو الدوافع اللي تخليه يتابعه عن كثب، يتابع تصرفاته، يلاحظ أصدقائه سوء لهم 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 تقدر تقول السبب أحد الأسباب الرئيسية بانحراف الأبناء. بداية نشأت منطقة ريفية. رغم انه ما الاب والام ما كانوا اللي يطمحون انه يكون في يوم مهندس او اكون في يوم دكتور، او بس اللي قادني لهذا الموضوع هم الاساتذه
هم حفزوا عندي من الطفولة، حفزوا عندي المنافسة الشريفة والطلاب، وخلوني من بداية، من أول لحظة، من بداية حياتي وياهم وبديت أوعى الحياة، خلوني أتوجه أنه أقرأ، خلوني أتوجه أنه أجتهد بهذا الموضوع. أيضا كان عندي جدي هم كان يتابعني متابعة دقيقة، مع أنه رجال ريفي. ولعل هذا المشهد الذي شاهدتموه الآن هو خير دليل على تقنية يستخدمها الطلاب في التسرب من المدرسة، فمن منكم لا يذكر أنه قد تسرب يوما ما؟ وهذه عودة بكم للاستوديو والزميل أحمد السلطاني. ياتي للزميل محمد التقي، شكرا لهذه الخاتمة لهذا الاستطلاع. يبدو الزميل محمد تقي كان ايضا يمارس مساله التسرب من الطلبه، التسرب من مقاعد الدراسه. طبعا الوقت اللي بقى عندي دقيقتين او ثلاث دقائق، راح اوجز ما دونته من خلال الاخوه والاصدقائنا بطلبه الجامعات والمعاهد. يعني احنا كنا نصور القضيه فقط يم الطلاب الابتدائيه او المتوسطه او الاعداديه، لا طلعت المساله، لا يعني طلعت بالجامعات. هنالك مشكله هي قضيه تسرب الطلبه الجامعيين. المشاكل اللي يعني حسب ما هم ادلوا لي بها او صرحوا بها، العجز المادي للطلبه والطبقيه بين الطلبه، يعني هذا غني وزنقين عنده مجموعة من الناس اللي ستر له وتخلي يتسرب، أو في بعض الأحيان هذه الطبقية ما بيناتهم تسبب تكون يعني جزء رئيسي بهذه المشكلة. التشتت الأسري والمشاكل العائلية، العلاقات الخاصة مع كوادر الجامعات وتبدأ من موظف الاستعلامات وصولا إلى عميد الجامعة، التوبيخ من قبل الأساتذة للطلبة، يعني نعرف احنا طالب الجامعة هو عمره 20 سنة او يعني بهذا العمر شاب ويوبخ من قبل الأساتذة، فهذه ايضا تكون هي لاعب اساسي. اصدقاء السوء ايضا يساهمون بشكل كبير في تفشي هذه الظاهرة، عدم وجود مستقبل واضح للطلبة المتخرجين، وهذه هي مربط الفرس. يعني كثير من الناس هسه من الطلبة تقول له يا ابي ليش ما تلتزم، ليش ما تدرس، يقول لك وبعدين، يعني أنا أتخرج أصير أحصل شهادة الكلية أو شهادة المعهد أذبها بالرف وأروح أفتح لي شامبر مال جقاير، أو أشتغل تاكسي أو أشتغل بستوتة أو 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 إلى ما لا نهاية من هذه الـ يعني البدائل، بدلا أن يكون خريج يقعد يمارس عمل الحقيقي بعد أن أخذ شهادته يروح بالأعمال الحرة، وراح تكون لنا محطة خاصة ووقفة خاصة حول هذا الموضوع إن شاء الله. هذا الموضوع نفتحه ونفتح هذا الملف بقوة، لكن نريد آذان صاغية، حد نريد واحد يكون يسمعنا، مو فقط هي فلسفة إعلامية وثرم بصل مثل ما يقول يعني مثل ما نقول بلهجتنا العراقية، كافي تملينا من الكلام، نريد هنالك من يستمع ويسمع لما نقوم بطرحه من خلال هذه المنابر الإعلامية. النقطة أيضا بعد دقيقة واحدة، عدم شرح المناهج بشكل صحيح من قبل الأساتذة، نقطة أيضا مهمة. تبديل المحاضرين على الطلبة، يعني بنص نص الفصل الدراسي تبدل المحاضر، والمحاضر الجديد اللي يجي يقول لك أنت اللي أخذته ذاك ما له علاقة بي، ذاك تابع للأستاذ الفلاني، أنا اللي علي بمحاضراتي وعلي بملازمي اللي أكتبها أو تشتروها. استحداث أو استخدام بحوث الدكتوراه وتدريسها للطلبه، طبعا اكثر من يمكن ثلاث طلاب قلت لهم شنو يعني هالقضيه، قالوا يعني مثلا دكتور عندنا مثلا بالجامعه ما اخذ شهاده الدكتوراه يجيب البحث اللي قدمه واخذ عليه الدكتوراه يدرسه انه بمصطلحات غريبه احنا ما نعرفها، يعني وهذا هو اخذ عليه دكتوراه، احنا نريد ناخذ بكالوريوس، يعني انت تجيب لنا هذه الماده وتدرسها لنا واحنا ما فاهمينها. و هناك عدد آخر أيضا من المشاكل اللي تحدثوا بها، لكن أعتقد هو هذا الجزء الرئيسي من المشاكل. أما بالنسبة لي المشاكل الدراسة الابتدائية والمتوسطة، فإهمال من قبل الكوادر التدريسية، ضعف الخبرة التدريسية،
وعدم استقلال وزارة التربية، وأيضا عدم اكتمال المناهج الدراسية أيضا تكون لاعب أساسي وتساعد على تسرب الطلبة، وعدم وجود حلقة بين وزارة التربية والمؤسسة الأمنية. يعني مثل ما قال الأستاذ أبو ولاء أعتقد بأول اتصال، كانت أكو متابعة بحيث المدرسة لما يكون عندها أحد الطلبة المتسربين تودي إخبار أو إبلاغ إلى مركز الشرطة، وتقوم مراكز الشرطة اللي موجودة بمتابعة هذا الطالب وبالتالي استدعاءه لأمره. هذه القضية راحت عندنا ليش؟ لعدة أسباب. سبب مهم جدا هو قضية هذه المعلم أو المدرس يخاف يوجه الطالب. ليش؟ لأنه بس يوجهه توجيه يعني بيحدة بالكلام، ثاني يوم ولي أمره واقف بباب الحوش وتشوف عشيرته واقفة بباب الحوش وجيب الفصل ورد الفصل، يقول لك أنا شو اللي بهالدوخة وشو اللي بهاللغوة هذه، أنا علي أقدم ذني، إجا للمدرسة إجا ما إجا الله ومحمد وعلي وياه. وهذه أيضا من المشاكل المهمة. ومشكلة أيضا أخرى هي قضية الانتخابات. البعض يتواطأ مع أولياء الأمور من المسؤولين لأنه يقول لك أنا عندي بعد شيء من الانتخابات، فأنا ما أخرب أو يعني أخرب مع هذه العائلة أو ذيك العائلة. يريد يدرس الطالب خليه يدرس، يريد يتسرب خليه يتسرب، يريد ينجح خليه ينجح، المهم أنا علي أوصل إلى هذا المقعد، وبالتالي هم أصوات انتخابية ما أخسرهم. والمشاكل ربما إلها بداية وإلها نهاية، لكن هذه النهاية هي طويلة جدا. فلذلك من خلال هذا البرنامج هي دعوة جادة وصادقة لكل المجتمع، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والنقطة الأولى والكلام الأول اللي أوجهه لخطبائنا خطباء المنابر، الله يحفظهم إن شاء الله، ركزونا على قضية تسرب الطلبة من المقاعد الدراسية بالمنابر. المنابر الحسينية ما شاء الله منتشرة في كل البلدان الإسلامية، وبالتالي من خلال هذه المنابر ممكن أنه نحل هذه المشكلة. الجانب الحكومي والجانب الأسري أيضا تقع عليكم المسؤولية. انتهى عندنا الوقت بالكامل. حلقتنا القادمة إن شاء الله راح تكون عن دور المسنين، دور المسنين ما لها وما عليها. شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة. تعدينا الوقت، شكرا لكل الزملاء، شكرا للزميل المخرج، شكرا للمصورين اللي موجودين معانا، شكرا لكل كادر أسرة برنامج زاوية أخرى. إلى أن نلتقي بحلقات أخرى وقادمة، إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.